مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. قال عليك بالصبر. نعم، إذا نزل المرض نزلت الأوبئة للناس وهذا يحصل، فالعلاج مطلوب. إذا كان هناك علاج، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، العلاج مطلوب. إذا كان العلاج ما يجدي، عليك بالصبر، عليك بالصبر، ولا تجزع عند حدوث هذا، عليك بالصبر، ويختار الله لك ما يشاء. نعم. أو قال تصبر. اصبر. نعم.